غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. ألو سلام ونعمة. سلام حبيبي، أهلا بيك. مين معايا؟ ربي يباركك ويبارك تعب محبتك. مع حضرتك أبو. أهلا بيك. أهلا يا فندم، متشكر على أدبك وسعة صدرك وأسلوبك الطيب ده، يعني بدأت أتعب حبيبي. أهلا بيك. مع حضرتك أبو مريم من أمريكا. حضرتك ما تعرفنيش معرفة شخصية. أبو مريم؟ أيوة، ما تعرفني معرفة شخصية. بس كنت، هل حضرتك الدكتور؟ أهلا بيك حبيبي. هل حضرتك الدكتور القس مجدي صادق؟ نعم. ايوه اهلا وسهلا بيك، لعل حضرتك بخير يا فندم. اهلا بيك حبيبي. سعاده الدكتور. اهلا بيك حبيبي. سعاده الدكتور مجدي صادق، لو في امكانيه، بس كان عندي استفسار بسيط لو تكرمت. يعني تفضل. شكرين يا فندم. تفضل. شكرين يا فندم. بالنسبه للعهد القديم والعهد القديم، هل هما واحده واحده؟ بمعنى ان هناك توافق وانسجام بين العهد القديم والعهد الجديد؟ من جهة ايه بالضبط؟ عامة يعني، مثلا اوضح لك، يعني اكون محدد، يعني هل الايمان مبني على اسس، هذه الاسس تتفق مع العهد القديم، ولا الايمان مبني فقط على العهد الجديد؟ حضرتك مسيحي ولا غير مسيحي؟ نعم انا غير مسيحي، بس الكتاب بيقول اكرزوا بالانجيل الخليقة كلها. الكتاب بيقول كونوا دائما مسلمين. انت تقابلت مع المسيح يعني؟ لا، انا الكتاب بيقول ابحث عن الحق والحق يحررك. انا راجل كارز بقالي 30 سنه. تمام. فالسؤال لحضرتك الان، كارز يعني عرفت الرب يسوع يعني؟ لا، كارز مش معناها عرفت الرب يسوع، لا، كارز معناها ان انا راجل بكرز بالكلمه ديت بقالي 30 سنه. انا راجل يعني الكتاب المقدس تقريبا حافظه بقالي اكتر من 30 سنه. فالسؤال لحضرتك الان، حضرتك بتقول في توافق، اذا الايمان مبني على الكتاب المقدس ومبني على، معنى ذلك الايمان ليه مصداقيه من العهد. هو اللي كتب الكتاب المقدس سواء في العهد القديم او في العهد الجديد هو روح القدس، مستخدم اناس الله القدسين الانبياء اللي حل عليهم الروح القدس بوحي وكتبوا كلمه الله. العهد القديم كان يخاطب فئه من الناس ليها ثقافه معينه وفكر معين ونور معين، كان يتكلم بهم بنفس المستوى اللي هم وصلوا ليه، وفيها كل العهد القديم اعلان واضح ونبوات عن مجيء المخلص اللي هو المسيح. عشان كده المسيح لما جه، لما كان بيقول من يقول الناس اني انا، البعض كانوا بيقولوا لي موسى، البعض كانوا بيقولوا لي ايليا، البعض كانوا بيقولوا لي نبي، يعني عايز يقول ان تاريخ الفكر بتاعهم كله منتظرين المخلص المسيح. والمسيح ده موجود فين؟ بدايته في سفر التكوين اصحاح 3، لما نسل المراه يسحق راس الحيه، ودي كانت اول اشاره عن وجود المخلص. وبعد كده الله اختار ابراهيم عشان يكون من خلاله الناس الذي ياتي لخلاص العالم. ولما الرب اختار ابراهيم اختاره هو شخص لا يستطيع ان ينجب ولا يستجب، عشان يعطي له امكانيه ان يبقى عارف ان اللي جاي منه دوت هو خصيصا من الله للمهمه الكبيره. وبعد كده لما قال له خد ابنك وحيدك الذي تحبه اسحاق على احد الجبال التي اريك، وبعد كده حد يقول له قدموا لي محرقه، ده كان اشاره الى ان المسيح هياتي من خلاله ويقدم. لكن الرب قال لا، مش هو ده بقى اللي عايزه، وطلع له كفش ويمسك بقرنيه، وده كان اشاره للمسيح. وبعد كده قال له بذاتي اقسمت في سفر التكوين اصحاح 22، قال له بذاتي اقسمت يقول الرب لا اباركنك مباركه وفي نسلك يتبارك كل شعوب وامم الارض. والكتاب في سفر
أو في رسالة غلاطية أصحاح 3 يقول لم يكتب في أمثالك لكن في نسلك عن واحد وليس عن كثير أي المسيح. وهو اللي يقصد أن المسيح في نسلي يتبارك كل أم الأرض اللي من خلاله جاء المسيح ليبارك كل شعوب الأرض فشال اللعنة وأتى بالبركة. فكل اللي اتكتب في العهد القديم إشارات محددة عن مجيء المسيح، واللي كتبه في العهد الجديد كانوا بيحكوا عن مين هو المسيح وإيه تعليم المسيح. طيب دكتور، بس لو تسمح لي دكتور مجدي شاطر، أولا حضرتك أنت متشكرين يا فندم، أنت بتقول إن هي كلها يعني علامات على مجيء السيد المسيح، والدليل على ذلك حضرتك تفضلت وقلت نص، والنص اللي هو اللي موجود في رسالة بطرس الثانية. تمام، الرسالة دي الرسالة الأولى. تمام ثواني بس حضرتك لو تكرم، الرسالة الأولى الإصحاح من العدد 19 لعدد 21. أولا حضرتك الكلام بيقول الكلام بيقول زي حضرتك ما بتتكلم، أنت بتقول الكتاب بيقول إن هو اللي كتبه الروح القدس، والدليل اللي كتبه الروح القدس هذا النص. ثواني بس حضرتك النص ما بيقولش كده، اتفضل حضرتك اسمع النص. ثالثا الكتاب بيقول النص بيقول ايه حضرتك حرفيا، لو نرجع لو نرجع لرساله بطرس فبتقول وعندنا الكلمه النبويه. الكلمه النبويه يعني كتب الانبياء بروفاتيك تيتشينج، ممتاز، وهي اثبت التي تفعلون حسنا ان انتبهتوا اليها، بيتكلم على العهد القديم كتب الانبياء سبيسيفيك محدد، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن انفجر النهار وهذا كوكب. أنت قال الكلمة دي حضرتك، أنت قال الكلمة دي لما قال إن إحنا كنا مع المسيح على الجبل المقدس. المشكلة مش في الكلام، سمعنا الصوت وهو بيأتي. افهم بس يعني واحدة واحدة، افهم لما كان بيتكلم، لما كان هو ويوحنا ويعقوب على جبل التجلي، والحاسة دي موجودة في إنجيل اللي هو إصحاح 9 وإنجيل مرقس إصحاح 9 وجيل مكة، فبيتكلم على ان احنا كنا معاه عند الجبل المقدس وسمعنا صوت جاء من المجد الاسمى قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت. احنا سمعنا ده والكلام ده سمعناه، وبعدين وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت من اللي احنا سمعناه. يعني عايز يقول الكلمة النبوية التي كتبت ما فيهاش اي تعريف ما فيهاش كلام، التي تفعلون حاجه من غير انتبهتم لها. يا دكتور مجدي، دكتور مجدي لو سمحت بس، حضرتك الكلام اللي تفضلته وقلته ما في مفسر مسيحي على وجه الارض بيقول هذا الكلام. الكل بيقول بيتكلم على التوراه العهد القديم، لان الكلمه معناها كده، معناها ما هو بيتكلم عن العهد القديم حبيبي. ايوه لا انت ما يوم ما بطرس كتب والناس دي ما كانش عهد جديد اكتمل. طيب ثواني بس، يعني لما بطرس كان بيكتب الناس كان بيتكلموا عن العهد القديم. الكلام اللي انت بيقوله ده دليل ضدك مش معاك، لان الكلام على العهد القديم اذا هنا ما بيقولش ان العهد الجديد مكتوب بوحي من الروح القدس. انت حضرتك اللي قلت اتفضلت وقلت يعني ادي اول نقطه، الكتاب بيتكلم فقط على العهد القديم، وبيتكلم على لو ترجع الى جميع المفسرين كاثوليك بروتستانت ارثوذكس يقولون نبوءات في العهد القديم على يسوع، ما بيقولش الكتاب وحي ولا عهد قديم ولا جديد، بيتكلم نبوءات على يسوع. تدرس يعقوب ملطي بيقول ثالثا الانبياء يشهدون له، هي دي اللي ما بيقولش الكتاب وحي ولا عهد قديم ولا عهد جديد. فحضرتك يعني اللي انت بتقوله ليس له مرجعيه من الكتاب المقدس. النقطة الثانية حضرتك، أنت الوقت تفضلت وقلت لا ده بيتكلم على ظهور مجد المسيح، وده طبعا دليل على لاهوت المسيح عندما ظهر يسوع مع موسى وإيليا، ممتاز. أنت حضرتك تفضلت وقلت من ضمن الناس اللي كانوا أي ويتنس يوحنا. طب أنت حضرتك قلت القصة دي موجودة في متى حسب كلام حضرتك، وموجودة في لوقا، وموجودة في مرقس. مش شيء غريب يا سعاد دكتور مجدي أن الشخص الذي التلميذ الذي رأى هذا الكلام رؤيا العين وهذا دليل على لاهوت المسيح لم يعتقد ان هي شيء مهم يكتبه في كتابه يوحنا؟ تفضل. انجيل يوحنا اسمه انجيل ملتقى، يعني كتب في حاجات محدده في علم اللاهوت. انجيل يوحنا اسمه انجيل بص متى وماركوس ولوقا اسمها الاناجيل الايزائيه، اما انجيل يوحنا هو انجيل منتقى لوحده.
يعني تلقى مثلا مذكور فيه 7 معجزات فقط مش كل المعجزات. تلقى مثلا انجيل يوحنا بيتكلم عن مراحل خدمه المسيح، مثلا اول مرحله اللي هي مرحله فتره الصراع او فتره اللي هو المسيح ظهر فيها يعني للتلاميذ، اللي هي فتره الاعتبار، فتره الاختلاف، فتره الصراع، فتره الازمه، فتره الاجتماعات، فتره الاكتمال. كل دوت دي بيتكلم عن حاجات محدده انه كان بيكتب عن المسيح اللي كان بحسب فكر عهد القديم. المسيح ده مذكور في سفر دانيال اصحاح 7:14 عايز يقول لهم هو ده المسيح. لما فضل الاعتبار يعني الاول ما جه في البدايه بيتكلم عن المسيح ابتدى يظهر وابتدوا يعتبروه واختلفوا عنه وحصل صراع عليه ودخلت ازمه الى ان خططوا له لان هم يعني يقضوا عليه ويسلموه. وبعد كده فتره الاجتماعات الاخيره مع التلاميذ وفتره الاكتمال هي الصليب. ده كل ده قصه يوحنا مش بيتكلم في كل الامور ومش شرط ومفيش حد ينفض عليه ان انت كل احداث العصر المسيح وهو قال كده. في ايات اخرى كثيره صراحه يسوع لم تكتب في هذا الكتاب ولو كتبت ولا اظن ان كل كتب العالم تكفي. يعني هو دين ان انا ما كتبتش كل حاجه. طيب حضرتك انت بتتكلم ما تفرضش علينا هو يكتب كل حاجه. لا 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 انتظر انت المفروض دي دليل على لاهوت المسيح. سؤال 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 حضرتك بتسالني عشان تسال ولا عايز تعمل مناظره؟ ولا ايه هدف من سؤالك؟ يا فندم يعني انت عندك احتياج تسال عشان تفهم ولا عايز تقول ان انت شاطر وبتفهم وضميرك فاهم؟ يا فندم اسمعني لو تكرمت العمليه مش كده يا فندم. انت الهدف من السؤال ايه؟ يعني انا بتكلم مع مين؟ شخص اللي عنده سؤال عايز يعرف عنه ولا شخص عايز ينزل قدام منه غلط ولا صح؟ برضه الكلام مش كده. هقول لحضرتك سأل سؤال خليني ارد. انت راجل مسيح او راجل دكتور ومعاك بي اتش دي المفروض تكون مستعد للكرازه. انا بسالك سؤال انت الكلام اللي انت بتقوله لي لا يتفق مع تعليم الكتاب. انا بتسالني سؤال حضرتك الاجابه ولا انت عايز تقعد تعمل مناظره؟ يعني انت دلوقتي واحد بتستنى بدون سابق ميعاد انت السؤال بجاوبك يا سعد. انا بجاوبك على قد سؤال ولا انت عايز تفتح في مواضيع يعني عشان تثبت ان انت شاطر وضمنك البيت؟ يا سعد دكتور يعني انا المفروض اقول لحضرتك امين حتى لو الكلام بيخالف الانجيل؟ اولا حضرتك استشهدت اولا انت ما بتقولش النصوص. انا نفسك بجيب لك النصوص وبجيب لك الشاهد وانت راجل دكتور انا بجيب لك الشواهد. انت كنت رئيس الكليه انا بجيب لك الشواهد. انا اللي بجيب لك الشواهد. الكلام اللي انت بتقوله موجود في انجيل يوحنا الاصحاح 21:25 واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع ان كتبت واحده واحده فلست اظن العالم كله يتسع. هذا الكلام باجماع علماء النقد النصي كلهم بلا استثناء حتى تدرس يعقوب ملطي أشار إلى هذا الكلام والترجمة اليسوعية أشارت الكلام بتقول اللي إنجيل يوحنا الإصحاح 21 مضاف مش كده وبس. العدد الأخير اللي بيقول مين الكاتب إن يوحنا مضاف اللي هو العدد 24-25 هذا والتلميذ الذي يشهد بهذا وكتب هذا. فأنت بتقول يعني أنت حضرتك عاوز نقول أمين وخلاص؟ لا مش أمين. حتى البابا تودروس اللي هو رئيس الطائفه الارثوذكسيه في مصر في كتابه ليه كتاب مدخل العهد الجديد الجزء الاول صفحه 157 يقول اللي انجيل يوحنا الاصحاح 21 مضاف وانجيل يوحنا الاصحاح الاول من العدد 1-15 مضاف اللي بيقول البابا. بالنسبه لانجيل يوحنا لو حضرتك دارس انت راجل معاك دكتوراه واخدها من بره ارجع مثلا على سبيل المثال انا معايا ترجمه في ايديا اسمها ذا نيو تيستمنت مودرن انجلش ريفايز ستودنت اديشن ذا نيو تيستمنت مودرن انجلش ريفايز ستودنت اديشن مكتوبه بالعالم اللي هو البروتستانتي جي بي فيليبس. مقدمه انجيل يوحنا بيقول ايه؟ نتيجه الاختلاف بين انجيل يوحنا والاناجيل الازائيه كان اساس في ابحاث كثيره جدا لنجد حل لهذه الاختلافات ما بين الاناجيل الازائيه وانجيل يوحنا في صفحه 179 وبيقول ايه؟ بيقول الى الان اتفق جميع علماء المسيحيه ان كاتب انجيل يوحنا
ليس هو يوحنا ابن زبدي. ارجع الى كتاب The New Testament in Modern English Revised Student Edition جي بي فيليبس صفحة 179. ما ينفعش انت عاوز واحد يقول لك امين يا فندم جاوب على سؤالي. يا فندم جاوب على سؤالي بدل ما انت عايز تثبت ان الانجيل محرف. الانجيل ايه المحرف؟ اي انجيل انت بتتكلم عليه حضرتك؟ الانجيل بتاعنا بايظ. اي انجيل بتتكلم عليه؟ الكتاب المقدس ده مش مظبوط. ايوه الكتاب بايظ. طيب يا فندم نعم الكتاب محرف ومؤلف. مين اللي بيقول كده يا فندم؟ الكتاب المقدس مش انا. مش انا يا فندم هي شوف انت انفعلت ليه؟ لان هو ايمان بدون دليل. لكن انا بكلمك بالدليل. انت عاوز تتكلم بدون دليل؟ لا يا فندم الكتاب مؤلف ومحرف. ايه الدليل؟ الكتاب المقدس اللي بيقول كده. فين؟ العهد القديم يقول ان كنت قد احسنت التاليف واصبت الغرض فذلك ما كنت اتمنى، وان كان قبل عقل الوهن والتقصير فاني قد بذلت وسعي. كما ان شرب الخمر وحده او شرب الماء وحده مضر، وانما تطيب الخمر ممزوجه بالماء وتعقب لذه وطربا، كذلك تنميق الكلام على هذا الاسلوب يطرب مصالح التاليف. مؤلف، هل العهد الجديد بيؤكد التأليف؟ أيوة، إنجيل لوقا 1:1 إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة. هل الكتاب المقدس يؤكد التحريف؟ نعم، إرميا 8:8 كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنا حقا؟ إنه إلى الكذب حول قلم الكتب الكاذب. كتابك اللي يقول كده مش أنا اللي يقول كده. لو أنا سألتك كنت رجل متفق. أنت عايز تثبت إيه يا فندم؟ هدف الحوار ايه؟ هدف الحوار ايه؟ ان انجيلنا معرف، انجيلنا بايظ، انجيلنا مش من الله. ايه الهدف؟ فين النص اللي بيقول وحي من الله؟ ما عندكش نص انت؟ فين الدين النص؟ يا حبيبي سؤال، انت بتتكلم ايه دلوقتي؟ انا ما اعرفكش، انت بتتكلم ايه؟ عشان تقول لي انجيل؟ انا عاوزك تهدى، انت اتعصبت كده ليه؟ انت بتقول الانجيل من عند الله، اديني نص في الكتاب المقدس او في العهد القديم الجديد يقول انجيل من عند الله، اديني نص. اديني نص. شفت؟ ايمان بدون دليل. اعطيني نص. ما عندك نص واحد يقول الايمان من عند الكتاب من عند الله. وبعدين لما تتكلم على الكتاب المقدس، اي كتاب مقدس بتتكلم عليه يا سعد الدكتور، هل 73؟ هل 68؟ هل 66؟ هل 75؟ هل 81؟ تقريبا يعني انت قاري لك كلمتين وعايز تسجلهم. لا 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 بص انا عاوزك تهدى. اللي بيكلمك ده اعمل بحث عليه، اسمه اسامة عبد الله. انت معاك دكتوراه في اللاهوت؟ صدقني انا افهم المسيحيه اكتر منك. ليه؟ لان انا لما باجي اتكلم بقول الكتاب بيقول كذا، انت بتقول ايمانك ما بتقولش الكتاب، انت بتقول ايمانك الشخصي. انت بتتكلم مع واحد. لا ما تتصلش بيا تاني. لا هتصل بيك. انت لا هتصل بيك. لا لا عشان انت انت اللي بتقول، انت اللي بتقول. كان معانا لواء مباشره الدكتور القس مجدي صادق، راعي الكنيسة الرسولية الأولى بشبرا مصر القاهرة. الدكتور القس مجدي صادق، راعي الكنيسة الرسولية الأولى بشبرا مصر القاهرة، صاحب برنامج البيت المسيحي بقناة الكرم. صاحب برنامج برنامج البيت المسيحي بقناة الكرم. اتفضلوا حضرتك. يا جماعة الخير والله العظيم ده شيء غريب يا جماعة الخير. ايه الغريب؟ مش عاوزين ناخد كلامه ونقول له امين. يا اخي ما فيش امين، كلامك بيختلف مع الانجيل. ده كمان انا كنت عاوز اكلمه بيقول نبوءات عن المسيح ويسوع والمسيح. يسوع ليس هو المسيح، واتحدى اي واحد مسيح ياتي بنبوءه واحده عن يسوع. يسوع نكره في العهد القديم، نكره، ما في شيء عنه ولا نبوءه واحده نكره، ولا هو المسيح ونكره في العهد القديم. عاوزني بس اقول له امين وخلاص، اقول له امين وخلاص. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذا أوهت قواه.
وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سمعه.